السلام عليكم، معكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبو ظبي والعين. اليوم احنا زي ما انتم شايفين استلمنا آخر سيارة وصلت عندنا من التاهو الشكل الجديد 2021 فئة الـLS. فئة الـLS ناس كتير كانت بتستناها طبعا عشان الاستخدام العملي جدا للبيت، للسايق، للعيال، للمدارس إن شاء الله. سيارة سعرها مناسب جدا بمواصفات مهمة جدا للاستخدام العملي زي ما احنا شايفين. ده الشكل الجديد ومرة تانية. طبعا السيارة بيكون فيها الرادار الأمامي والتنبيه عند الخروج من الحارات، وفي عليها نقاط عمياء على المرايات، تشغيل عن بعد، الإضاءة بتاعتها زينون وال دي، رنجات 18، فيها الدواسة الثابتة، الدعامية العالية يعني هنقدر نوديها الرمل مش هنخاف عليها من الرصيف عند المدارس بالذات، الخط الكروم على الشبك الامامي والشعار الذهبي العريق الشيفروليه. هنشوفها من الداخل زي ما احنا شايفين. الباب بنشوف اول حاجه عندنا طبعا الخشب او التخشيب على الباب الداخلي، ساعات تخزين او اماكن للتخزين كتيره ما شاء الله زي ما انتم شايفين. نشوف عندنا طبعا هنا ازرار التحكم في الهاند بريك، في التنبيه عند الخروج من الحارات، في السنسر او الحساسات الاماميه والخلفيه تلغي صوتها، في خاصيه طبعا تشغيل او ايقاف الماكينه عند الاشارات، في زر طبعا هنا كمان للكهرباء، في زر كمان بيلغي خاصيه الايرباجز او بيلغي تفعيل الايرباجز عند الدخول على في البر او الرمل، وطبعا مساعد في الانزلاق سواء في الرمل او طبعا على الطريق لو فيه مطر ولا شيء. السياره بتكون دبل 4x4 كامل، الاضاءه طبعا اوتوماتيك زي ما احنا قلنا، وزينون وال دي. في التحكم كمان في الستيرنج كامل من ناحيه الميديا، مثبت السرعه والتحكم في طبعا تحديد المسافه ما بينك وبين السياره اللي قدامك للامان اللي هو الرادار الامامي. الاعدادات زي ما احنا شايفين فيها شاشه ديجيتال تورينا طبعا معلومات الرحلة وضغط الإطارات وكمية البترول المتوفرة فيها تمشي قد إيه. كرسي السايق عندنا هنا بيكون متحرك، فيها السدة الثابتة، تمام. نشوف إيه في السدة من الداخل. طيب ممتاز. في عندنا الفريج والفريزر، تلاجة وفريزر كمان، في وصلات اليو اس بي واليو اس بي سي. طيب زي ما احنا شايفين التحكم فيه سهل. الشاشة هنا 8 انش زي ما انتوا شايفين. الجير عندنا هنا 10 غيار اوتوماتيك، طبعا كله اتشال من ورا الستيرنج او السكان واتحط بقى فصوص وازرار. شوف الشكل الخلفي، شوف الكراسي من الخلف كمان، تخشيب على الباب الخلفي، كراسي متحركة للصف الثاني، المسافة ما شاء الله كبيرة جدا ما بين الصف الثاني والصف الأول. التحكم في المكيف من الخلف مع فتحات اليو اس بي واليو اس بي سي طبعا. المكيفات لكل الركاب، الاير باجز لكل الركاب. السي طبعا عندنا زي ما احنا شايفين بينزل، نقدر ان احنا نقلب السيت عشان الصف الأخير الركاب الكبار ورا. شوف المسافة قد ايه، ده شكل التابلو كامل. في وصلات يو اس بي للصف الأخير كمان. نشوف الدبة بتاعتنا، دواسة ثابتة، رنجات 18، الإضاءة LED طبعا من الخلف، ده شكل السيارة من الخلف مع كاميرا وحساسات خلفية طبعا. الدبة هنا مانيوال، ده حجم الدبة زي ما احنا شايفين. طبعا نقدر ننزل السيت من
احنا مش محتاجين الدبه، يدينا مساحه كبيره جدا ما شاء الله للاستخدام العائلي طبعا زي ما احنا شفنا، تمام بسعر مناسب جدا. طبعا عشان تعرفوا اي مواصفات زياده او اي معلومات حابين تعرفوا عن السياره، اشتركوا عندنا في قناتنا على اليوتيوب، تفعلوا جرس التنبيه، وتتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبوظبي والعين. أهلا بكم.